السلام عليكم، الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهارده هكلمكم عن مزيج حلو جدا جدا جدا. المزيج ده مكون من الحبوب والفيتامينات لزياده انتاج الطيور، هيخلي الطيور عندك او العصافير عندك تنتج اضعاف اضعاف ما بتنتج، او لو ما كانتش بتنتج خالص بقى ان شاء الله باذن الله مش هتلاحق على البيض عندك. طيب المزيج ده مكون من حبوب وهندي كمان فيتامينات. الحبوب اللي لازم هنستخدمها النهارده مع طيورنا هي في اول كلامنا كده هنقول ان احنا لازم نستخدم خلطة التحديق للطيور من الحاجات المهمة جدا جدا لطيورنا، لان خلطة التحديق دي مكوناتها بتكون فيها عناصر كتيرة جدا بتحتاجها الطيور بتاعتنا. وانا كمان هقول لكم على الاضافات اللي انا بضيفها لخلطة التحديق لطيوري اللي بتساعد بشكل كبير جدا جدا في زيادة الانتاج عند الطيور. لان نخلي بالنا طيورنا اللي هي موجودة عندنا في السلكات دي في الطبيعة هي بتبقى في سما ربنا، فبتاخد كل اللي بتحتاجه من الارض اللي حوالين منها، فكونك ان انت حابسها في سلكات بالشكل ده فانت كده بحد يعني بنسبة كبيرة بتقلل من طلباتها اللي هي محتاجها. عشان كده دايما اقول لكم ان خلطة التحديق اساسي اساسي. لو انتوا واخدين بالكم من السلاكة اللي قدام حضراتكم دي هتلاقوا فيها ايه؟ هتلاقوا فيها البرام او الفخارة اللي جوه خالص دي فيها حبوب لونها ابيض كده، وكمان اهو بصوا على السلك بتاع القفص هتلاقوا طوب احمر. الطوب الاحمر ده حجر تمليح انا بجيبه من عند البيطري. اي محل بيبيع ادوات طيور زينه هتقوله عايز حجر تحديق او تمليح، هو بيبقى حجره كبيره كده قالب كبير بنجيبه ده. ليه طريقه معينه يا جماعه؟ انا يعني رجاء رجاء اعرفوا استخدامه الاول عشان تقدروا تزودوا انتاج الطيور صح. استخدامه مش ان انت تحطه قدام الطيور بتاعتك كده وخلاص، لا، انت بتجيبه بتكسره قطع صغيره كده قد ما انتوا شفتوا كده، وبنبله بشويه ميه بالبخاخ كده وبقدمه للطيور بتاعتي. من وقت للتاني لازم اعمل كده، تمام؟ لازم ان انا اخده ابله بله الخفيف كده واقدمه للطيور، او تجيب طوب احمر من الشارع بقى وتغسله غسله حلوه وتكسره، ومن وقت للتاني تاخده تغسله بالفرشه الاسنان وبعدين ترجعه، لان احيانا بينزل عليه اخراج من الطيور عندنا فبالتالي بيصبح ملوث، فما ينفعش ان انت تقدمه للطيور. ده اساسي جدا 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 ان انت تقدمه خلطة التحديق تكون موجودة على طول بالنسبة لقدام الطيور. طيب في انواع كتير لخلطات التحديق، انا هو بوضحها لكم. خلطات التحديق دي الاكياس دي للي مش عايز يعمل خلطة التحديق على ايده في البيت، وبرضه هقول لكم بعملها ازاي. بتجيب الكيس ده تقريبا من 20 لـ25 وفيه بـ15 على حسب الكمية. تروح عند اي حد بتاع عصافير او طيور زينة تقوله عايز كيس خلطة تحديق. بصوا بالنسبة ممكن تلاقي خلطة تحديق الحبيبات بتاعتها كبيرة قوي، ودي في الغالب بتبقى للحمام، فانت ممكن تاخدها برضه مفيش مشكلة، يا تضربها في الميكسر ضربة لفة كده خفيفة، مش تنعمها قوي تبقى شبه دي، لا ضربة خفيفة، او ان انت بالهون كده او بملاقي خفيف تحاول ان انت تكسرها، مش تاخد معاك يعني بالكتير قوي 3 دقايق شغل فيه. او تجيب الانواع اللي انا موضحاها دي اللي هي ريدا ماكس، حلوة جدا في مكونات عليه اضافات حلوة جدا واللي هو لونه اصفر. وهنا انا بصوا يعني بوضح لكم الانواع من والاحجام من خلطة التحديق. خلطة التحديق مهمة 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 جدا للطيور لو عايز تزود انتاج الطيور. ليه؟ لان بيبقى فيها كل تقريبا اللي بيحتاجه الطائر، وكمان بتساعد على ان عملية الايض عند الطيور او الاكل اللي بياكله الطائر يتهضم بطريقة صحيحة، فبالتالي يبقى الطائر عندك واكل حلو ومأكل حلو، فدي اساسي جدا. بصوا في اكتر من نوع اهو، يعني في مخلوط اللي هو الاعلاف ده صدف وفوسفور وكالسيوم، ده جميل جدا برضو. في ريدا ماكس حلو جدا جدا لان مضاف له بعض الاضافات. مضاف له ايه؟ مضاف له الكركم، وهقول له اهو ده اللي هو لونه كده، ده حلو جدا جدا لو لقيتوه يعني بصوا امسكوا فيه بايديكم، حلو كده اللي هو ريدا ماكس، ان حلو جدا. انا ما بعملوش اعلان والله ما اعرفهم، تمام كده. ده بقدمه للطيور عندي على طول قدامهم ما فيش اي مشكله. اي نوع من الخلطات دي من خلطات التحديق دي ما فيش منها مشكله نهائي على الطيور، حتى اللي معاها زغاليل، ده انا بحب اقدمها اكتر للطيور اللي معاها زغاليل، لان زي ما انا قلت لكم بتساعد ان الاهالي تاكل كتير، لان بتبقى عامله زي كده ايه، يعني بتفرم او بتخلي الاكل
يتهضم بسرعه عند الاهالي، فبالتالي بتاكل بتاكل وتاكل حلو وغني بالفيتامينات، عليه مجموعه من الفيتامينات. وانا احيانا بضيف عليه نقطه من مثلا الزيت، زيت الزيتون، زيت الجرجير، الكلام ده كله بيبقى مفيد جدا. مش عايزين تضيفوا زيوت، ما تضيفوش زيوت براحتكم، تمام كده. بس اهتموا جدا بخلطه التحديق، مهمه جدا جدا. هقول لكم بقى على اضافات انا بضيفها على خلطه من الحبوب، انا بضيفها على خلطه التحديق. ليه بضيفها؟ لان انا عايزه اعمل خلطه التحديق دي كانها وجبه كامله متكامله دايما موجوده قدام الطيور بتاعتي. هاتوا ورقه وقلم او بطئوا الفيديو عشان تعرفوا الحبوب اللي انا بقدمها على خلطه التحديق بالذات. انا بروح عند العطار بجيب ب2 جنيه مثلا بذر جرجير اللي هي حبوب الطاقه بقى، بذر جرجير، بذر شبت، الانواع دي من الحبوب مهمه، من البذور مهمه جدا جدا، يعني هي دي اللي مهمه، تمام كده. هتجيبوا بذر الجرجير، بذر الشبت اساسي، بذر البرسيم، بذر فجل، الخلنجان ده احنا بنجيبه وبنعمل منه بشره كده صغنونه على، لان هو بس خلوه هاتوه مبشور او بشروه عند اطحنوه عند العطار عشان ما يكسرلكمش المطحنه. عظم الحبار، انا للامانه بلم عظم الحبار اللي عند الطيور بتاعتي اللي خلاص بقى رقيق جدا، باخده وبطحنه مع قشر البيض. قشر البيض بعد ما العصافير عندي بسلق لها البيض بتاعها، احيانا بضرب قشر البيض مع البيض وبقدمه كوجبه. واوقات كتيره جدا بجمع بقى قشر البيض اللي موجود عندي من البيض استعملنا احنا في بيتنا، باخده بيكون يعني بحطه في الفرن مده 3 دقايق والفرن مطفي بعد ما بسخنه، وباخده بعد كده بطحنه مع عظم الحبار وبعمل منه علبه. ودي بمناسبه العلبه هيظهر لكم اكتر من علبه في حرف الاي، دي هتفيدكم جدا جدا للاضافات اللي بتضيفوها على الوجبات الطيور بتاعتنا، جميل كده. طيب بعد قشر البيت كمان بضيف ايه؟ بضيف شويه ملح صغننين على خلطه التحديق دي، تمام. اساسي برده معايا الملح، كمان بجيب بذر كتان، وبجيب اساسي اساسي معايا السمسم، تمام، وبجيب بذر بقدونس، وكمان لو بقى الدنيا متظبطه معايا رشه صغيره من المورينجا، لو مش موجوده ما بضيفهاش. عندي كمان بحط رشه صغيره من الشوفان، بتبقى حلوه جدا. طيب بحط ايه كمان؟ بضيف كمان ايه؟ بضيف عليها شويه رمل، بضيف عليها شويه طوب ابيض، وبضيف عليها طوب احمر، وشويه طين، طين زراعي. لو الحاجات دي موجودة عندي انا بتبقى حلوة جدا جدا ان انا اضيفها لخلطة التحديق الكيس ده. طب الكيس ده ما لقيتهوش، يبقى اعملوا الخلطة اللي انا بقول لكم عليها من مجموعة البذور دي، وهاتوا رمل من الشارع، رمل مباني. بس انا كمان احيانا بضيف رمل بحر لان بيبقى فيه نسبة من الكالسيوم واليود حلو جدا، فانا بضيف بما اني من اسكندرية فسهل عليا ان انا اجيب رمل بحر، بس باخده بغسله اكتر من مرة بمية سخنة وبسيبه ينشف بعد كده براحته خالص في مكان فيه هوا، وبعد كده بحتفظ بيه باكياس وبقدمه للطيور، حاجة بسيطة كده. منه بضيف عليه طوب ابيض اللي هو عندنا هنا، طوب الابيض اللي هو الانتري او طوب الابيض العادي، وبضيف عليه طوب احمر وطين زراعي بشوية البذور دي، وايه يعني احيانا اضيف عليه شوية بودرة فحم، بس حاليا ما بضيفش بودرة الفحم لان احيانا بندي فيتامينات، فما بحبش ان الخلطة دي توقف او الفحم يوقف الفيتامين اللي موجود. فبالطريقة دي انا عملت كده ايه خلطة تحديق وعليها في شوية حبوب. هنيجي بقى فيديو جري مننا، هنيجي بقى للفيتامينات اللي هقدمها لطيوري لزيادة انتاج الطيور اضعاف. ان انا لو عندك الطيور، عندك هتقسم الطيور عندك نوعين، طيور عندك بتبيض بيض غير مخصب وطيور عندك ما بتبيضش. طب البيض الغير مخصب بتبقى هيبقى ده كده خاص بالذكر، هعمل ايه معاه؟ انت كده لو حابب تشتغل كيميائي يبقى افضل حاجة ان انت تجيب سيلينيوم مستورد. السيلينيوم المستورد بيبقى لونه شفاف، مفيش سيلينيوم مستورد لونه مختلف عن كده، لازم يكون لونه شفاف وبيبقى تقيل، تمام كده. هتعمل ايه؟ 3 نقط على المسقة للطائر ده لمدة 3 ايام، كويس كده. طيب الافضل الافضل ان انت لو حابب ان انت تشتغل على الذكر لوحده، لان هي المشكله في الذكر، هتعزل الذكر في الوقت ده وتبتدي تشتغل معاه باللي هو السيلينيوم، تمام. 3 ايام ورا بعض هيبقى زي الفل معاك على المزقه، مفيش مشكله انه يقعد عنده طول النهار، مفيش مشكله.
ممكن لسرعة العلاج بسرعة، ممكن بعد خلط السلينيا في المزقة تاخد من المزقة قيمة نقطتين تلاتة، 3 نقط كده بعد ذوبان السلينيوم فيها، وتنقط مباشرة في فم الطائر عندك، تمام؟ لسرعة يعني ان انت يشتغل بسرعة. بعد 3 ايام على طول دخله للنتاية ان شاء الله باذن الله، هتلاقي باذن الله بامر الله البيت بقى كله عمران ومخصب وزي الفل معاك. طب النتاية عندنا هي اللي فيها مشكلة مش بتبيض، يبقى هنا عندنا مشكلة في الكالسيوم عند النتاية، وبرده اللي هو محتاجين برده معاها سيلينيوم، لان السيلينيوم قلنا ان هو 3 انواع من الفيتامينات الف ودال وه. طيب يبقى انا هشتغل ازاي مع النتاية؟ هفصل برده النتاية عن الذكر، مش عايزين تفصلوها ما تفصلوهاش، واشتغل معاها بالسيلينيوم ده، او كمان في نوع تاني كمان من العلاج هقولكوا عليه دلوقتي اسمه تكنو فيولا. تكنو فيولا ده بشري جاب من الصيدليه البشريه، وعندنا فيديو ليه موضح لينا ليكو ازاي تستخدموه بمنتهى الامان، لان ده بيبقى منشط للمبايض عند النتايات، فحلو جدا جدا، وكمان مالتي فيتامين للنتايات، فحلو جدا جدا ان انتوا تستخدموه مع النتايات اللي مش عايزه تبيض. وطبعا كان عندنا فيديو قبل كده برضو للنتايات اللي مش عايزه تبيض، او البيض كان قليل عند النتايات وحاجات بتقوي عنقود البيض، في اكتر من حاجه يعني ثنائي فوسفات الصوديوم ليه فيديو عندنا، يعني في حاجات كتيره جدا في القناه، فيديوهات كتيره هتظهر. هحاول اثبت لكم يا جماعه تحت في التعليقات قائمه تشغيل فيها اكتر من فيديو لزياده ازاي تزود انتاج الطيور بتاعتك، مجمعه فيها كل الفيديوهات اللي بتتكلم عن حاجات ممكن نقدمها للطيور بتاعتنا عشان تزود الانتاج. ده للهاوي بقى اللي حابب ان هو يشوف اكتر من فيديو عشان يلم معلومات كتيره مره واحده للطيور بتاعته. القائمة دي هتبقى مثبتة ان شاء الله تحت في التعليقات، تمام كده؟ طيب بعد ما استخدمت بقى سواء تكنو فيولا او ايا كان اللي هستخدمه، اقدر ان انا اخلي الذكر مع النتاية، وان شاء الله باذن الله هتلاقوا الانتاج زاد كتير جدا جدا اضعاف، والنتاية اللي ما كانتش شغالة دي اللي مستعبطة دي هتشتغل تاني ان شاء الله، والذكر باذن الله هيكون تمام كده، الحيوانات المنوية زادت عنده، وهتبقى التخصيب تمام التمام. بس عايزة اقول لكم برضو على حاجة لازم نخلي بالكم منها، جرعة الديدان يا جماعة مهمة جدا جدا بالنسبة للطيور بتاعتنا، على الاقل مرة كل 3 شهور، مرة كل 3 شهور هتخلي الطيور عندك كده في الامان بنسبة كبيرة جدا، وهتبقى مستبعد تماما عن طيورك فكرة الديدان. هي بتبقى قليلة شوية عند طيور الزينة فكرة الديدان، لان هي في الغالب طيورنا بتاكل الحاجات اللي هي بتاكلها، سواء الاكل الطري بيبقى نزل في درجة حرارة معينة، لكن كل خوفي من الحبوب اللي لا قدر الله لا قدر الله ممكن يكون فيها اي حشرة فعملت مشكلة بالنسبة للطيور بتاعتنا، فخليك في الامان، ولازم تدي جرعة الديدان. ايه الكلام ده؟ خليك في الامان وجرعة الديدان، حلو كده. وندي جرعة الديدان، اول جرعة يعني مثلا يوم 1، ويوم 15 تدي الجرعة التانية للديدان، هتبقى انت كده في الامان تمام 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 مع طيورك، مفيش معاها اي مشكلة، كده عطيت جرعة ديدان وحاطت اللي هي الحبوب على خلطة التحديق. ان شاء الله بعد ما يعني تكونوا خلطة التحديق بالحبوب اللي عليها دي بتبقى روعة جدا جدا جدا، كمان الفيتامين اللي احنا ضفناه بيزود اللي هو السيلينيوم، بيزود الانتاج بطريقة رهيبة، بس استخدموه رجاء صح، رجاء صح، مع خلط اللي هي دواء الديدان بتبقى الدنيا معاهم جميلة جدا جدا. وهترجعوا تقولولي ضحى الحقينا، احنا الحمد لله الانتاج زاد ومش ملاحقين على الاكل، وبمناسبة الاكل ده بصوا عمل لنا وجع في دماغنا، الحبوب غليت تاني مرة تانية في اسبوع واحد. ان شاء الله ربنا يعديها على خير بامر الله، ونفضل محتفظين بهوايتنا، وان شاء الله كده ربنا يهدي الجميع، ونعمل لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش في قناتي، ده شيء بيسعدني كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله بكرة في فيديو جديد باذن الله. باي باي.